الحقيقة أنه هذا المنتدى يأتي في ظرف تاريخي مهم في المنطقة وفي العالم بأسره، خصوصا وأن العالم يواجه ما يهدد السلم، ما يهدد السلم بكل مشتملاته وبكل وجوهه على كافة المستويات، ليس فقط في الشرق وإنما في الشرق والغرب. فالعالم كله يعاني من هذه المعوقات التي تهدد رسالة السلام. والحقيقة أن كافة العلماء المجتمعين اليوم يريدون أن يوصلوا رسالة للعالم أسره بأن الإسلام دين سلام، وأن السلام الذي ورد به الإسلام وأكده الإسلام الحنيف إنما هو سلام للإنسانية جمعاء، لا يفرق بين مسلم وغير مسلم. هذه هي الرسالة الأهم التي تريد أن تخرج من هذا المنتدى الكبير اليوم، وبهذا الجمع العظيم من علماء الأمة الثقات يريدون أن يوصلوا للدنيا كلها أنه لا حياة بدون سلام، وأنه يجب على كل المعنيين سواء حكومات أو علماء أو مثقفين أو شباب أو شعوب أن يتكاتفوا جميعا من أجل تحقيق حياة آمنة مطمئنة للجميع، وأن يحاولوا إنقاذ شباب الأمة، لأن هذه هي القنبلة الموقوتة التي يسعى بعض المتطرفين وكثير من التنظيمات المتطرفة والشاذة عن أصول الدين الحنيف لاستقطابهم ومحاولة الدفع بهم في طريق لم يرد به الإسلام ولم يرد به أي دين من الأديان. محاولة إنقاذ هذه الشباب تأتي عبر تكاتف جهود العلماء والجهود المشتركة لعلماء الدين، وهو ما نبه عليه فضيلة الإمام الأكبر اليوم، أن العلماء بحاجة إلى أن يجتمعوا ليخرجوا بمقرر ثقافي عام يغذى به كل شباب الأمة الأطهار حتى ننقذهم من هذا الانزلاق الذي لا قدر الله إذا ما استمر يحيق بالأمة خطرا شديدا. الحقيقة أن الإمارات العربية المتحدة وقادتها الكرام يلعبون دورا حقيقيا ومحوريا في قضية تعزيز السلم، وليس فقط من خلال منتدى تعزيز السلم. المنتدى عقد في العام الماضي أعقبه إنشاء مجلس حكماء المسلمين لتعزيز السلم في المجتمعات، وهذه خطوات رائدة. الحقيقة أن الإمارات تتميز بأنها عندما تعقد منتدى أو تعقد مؤتمر فهي لا تعقده شكليا ولا إعلاميا، إنما تركز فيه على الأثر الذي ينتج عن هذا المنتدى والأثر الذي ينتج عن هذا الجمع الكبير من علماء الأمة، وكيفية الاستفادة بهم لتحقيق رسالة السلم في العالم. وحكومة الإمارات الحقيقة وقيادة أبو ظبي تبذل جهدا كبيرا، أنا شخصيا ألمسه في كثير من الاجتماعات المتتابعة، في بذل كل الجهد في تعزيز السلم في كافة المجتمعات ليس فقط المجتمعات المسلمة. وقريبا يتم تسيير قوافل السلام من هنا من أبو ظبي، تبدأ تنتشر في كثير من دول إفريقيا ودول آسيا ودول أوروبا، كل دولة توجه لها رسالة معينة، هذه الرسالة في النهاية تنتهي إلى تحقيق نوع من السلام والوئام العام في هذه المجتمعات وخاصة في بؤر التوتر. فحقيقة كل الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذا الدعم الشديد لتحقيق رسالة الإسلام ألا وهي السلام.